تحية لكم مشاهدينا ومتابعي قناة أوغرات وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحلقة جديدة من برنامج تكنوسكوب. كالعادة الشباب السوري دائما ما يبحث عن كل ما هو جديد بعالم التكنولوجيا حتى يشتغل عليه ويكون كل ما هو جديد قادرين نحن نستفاد منه وموجود بالسوق السورية. دائما يمكن منجيب مشاريع هندسة طبية إلى علاقة بالأمراض الطبية، كيف ممكن نحن نعالج أو نستفاد من التكنولوجيا بالطب. ولكن اليوم المشروع اللي رح نحكي فيه بحلقة اليوم من تكنوسكوب هو موضوع جديد، المنصة التجميلية الشاملة. خلينا نعمل نوع من الدعاية، هيدا اليوم حلقة اليوم من تكنوسكوب مخصصة للسيدات واللي بدهم يهتموا ببشرتهم من خلال مجموعة من البيانات رح تضيفيها على هيدي المنصة رح يعطيكي المنتج المناسب لنوع بشرتك. أنت تعرف أكثر كيف تم تصميمه. رح يكون معنا صديق البرنامج المهندس مجد دقاق، هندسة طبية. يعطيك العافية. يا الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك. هلا فيكي. دائما نحن استضفناك أصلا قبل هلأ على مشروع ثاني، مشروع صحيح. بطارية إلى علاقة بالقلب. هلا نحكي كيف توجهنا للتجميل وكيف ممكن نستفاد من التكنولوجيا بالتجميل. تفضل مجد. أول شيء يعطيك العافية. سعد صباحك. أهلا. هلا بالبداية الفكرة من المشروع كانت هي ملاحقة أحدث العلوم الطبية والتكنولوجية، لأنه الهندسة الطبية كالعادة هي كتير رائدة اليوم بمجال تطوير التكنولوجيا وتطوير الفكر الهندسي الرائد. صحيح. فكتير حاولت أنه أنا أقدر أستفيد من كل قطعة أو كل خبرة موجودة ضمن ملحقات الهندسة الطبية وموجودة بالعالم لحتى نقدر نواكب هذه المستجدات، سواء كانت بفائدة بتشخيص مرض معين، بعلاج مرض معين. حلو. أو سواء كان اليوم بأنه نحن نفوت بشيء جديد اللي هو الطب التجميلي. صحيح. الطب التجميلي هو قليل ما نحن بنعرف شو دور المهندس الطبي فيه. صحيح. كتير بنعرف أنه هو فقط بيع منتجات أو قد يكون هو حقن، أو إنما لا، هو كمان اليوم في شركات عم تتعامل بهذا الموضوع، في محال تجارية، في صيدليات، في كتير محل. فنحن حاولنا نأتمت. اليوم عملية الأتمتة هي عملية كتير مهمة بأي شركة. صحيح. وأي مؤسسة، لأنه الفكر المؤسساتي اليوم لازم يدعم فكرة التحول الرقمي. والتحول الرقمي هو اليوم فينا نقول هو الأساس هو حاليا، أو فينا نقول هو الشيء اللي عم يميز مؤسسة عن مؤسسة ثانية. إذا ما كانت فايتة ضمن مسيرة التحول الرقمي فهي مؤسسة فاشلة. تماما. فحاولنا تماما أنه نحن نقدر نفوت أتمتة بيانات لشركة معينة، طبعا مفتوحة المصدر، لنقدر نستفيد من هاي البيانات بعمليات التشبيك العصبي واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. بنقول نحن نعمل كلاسيفيكيشن، تصنيف، هيدا التصنيف يستفيد منه هيدا الشخص. كيف يستفيد منه هيدا الشخص؟ ليس بالتشخيص وليس بالعلاج، انما فقط بالانتقاء، انتقاء المنتج الافضل له. تمام. اليوم هي مشكلة يعني عم تعاني منها كل السيدات، يقولوا انه كل المنتجات التجارية ما صحيح. بتناسب بشرتي، هلا هيك اللي صاير تكنو وتجميل مع بعض. صح، صار ميكس هلا. تماما. هلا بدنا نحكي هو تطبيق هيدي المنصة، هي صحيح. تطبيق انا بنزلها على الموبايل، خليني اقول اندرويد، ايفون، شو اي 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 ما يمكن. هو بداية الفكرة كانت هي عبارة عن أنه أنا حأعمل شيء تصنيف لمجموعة من منتجات البشرة. فكانت الفكرة ببداية التفكير بالمشروع كانت أنه أنا في بدي أعمل شيء تجميلي حصرا. حلو. فبعد ما قررت أنه أعمل شيء تجميلي، فبداية بلش مرحلة أنه أنا بدي أشوف وين في شركة عندها هي البيانات. هي البيانات اللي هي رح تكون تساعدني أنه أنا أقدر درب فيها، ومثل ما نحن بنعرف انه لازم يكون في عندنا بيانات عددها شوي كبير لنقدر نستفيد من هذا الموضوع. ففعلا لقيت وقتها بيانات، هي البيانات اللي كانت موجوده كان فيها عدد كبير منيح من البيانات. كيف بيانات؟ يعني اسماء منتجات ومركبات. هي اسماء منتجات ومركبات قدرت تساعدني كثير منيح بانه انا اعرف كيف الشخص او اللي راح ينتقي منتج البشر الخاص فيه. هو بيعاني كثير، شخص بيقعد بمشكله مثل ما حضرتك قلتي، بيقعد بالبيت، طب انا بشرتي مثلا دهنيه جافه مختلطه، يا ترى فيها مرض او لا، هل هي حساسيه او لا. صحيح. المكون الكيميائي انا حضرته على فيسبوك او انستغرام او اي شيء، انا كنت عم بسمع انه في مكون كثير يوم موجود، يا ترى موجود بالمنتج اللي انا بدي اياه او لا. صحيح. فكتير حاولت انه انا اجمع هي البيانات اللي هي موجوده، كثير سهل على الشخص. هو بيوم الشخص فيني يفوت على اي محل تجاري من خلال هيدا المشروع، على اي محل تجاري او عبر تابلت بيكون موجود. فينه الشخص بمجرد انتقائه حتى للتسهيل
يتقال عليه مو يكتب بس هو في اختيارات، في اختيارات اختيارات. بدل ما اختار الشخص الشيء الملائم له وممكن يحط اسماء المواد الاكثر شيوعا اللي هو بيرغب لها، فهو رح يرد له اسم المنتج بشكل دقيق جدا الملائم لحالته. بهيك ما بيعاني بقى من اي مشكله انه انا بقى بشرتي دهنيه جافه مختلطه فتيه ناضجه غير ناضجه، في علامات شيخوخه او تمدد، هل هي حساسيه او لا، السائل زيتي يعني ممكن احط انا الماده هي زيتيه او جافه، قوامها كيف، هل في هو مزيج او لا، كل هاي الحالات انا حاكيتها بالواجهه. هاي الواجهه بتساعد المحال التجاريه، الشركات، المنتجات، المراكز التجميليه لحتى تسهل على الطبيب وعلى المستهلك. طبعا مجد كنت عم تحكي عن تسهيل الاختيار والانتقاء للصبايا، لكل اللي عم يشوفونا على قناه أوغرت وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بدهم يعرفوا شو لازم يعملوا، لازم يفوتوا على موقع معين، ينزلوا تطبيق معين، احكي لنا انا كمستخدم كيف ممكن اشتغل على هيدي المنصه؟ تفضل. هلا بالبدايه نحن لحتى نقدر نسهل هذا الموضوع، أوكي. اكيد اي مشروع هو بتبقى بدايته هي فكره. قد نحن نقدر نتطور فيه، نوصل الى درجات اكثر، يصير هو نخلط بين السوفت وير والهارد وير، ربما أنا يصير في عندي كمان سكانر معين، سكانر معين لأي منتج موجود حتى يفيدني بالبرايس بالسعر، يصير يرد لي مو بس اسم المنتج حتى سعره الملائم للحالة الاقتصادية. حلو حلو. كيف بيتم هذا الموضوع؟ هو عبارة عن واجهة تطبيق ممكن ينزل على موبايل، ممكن ينزل على تاب، ممكن انا طبعا الفكره من سهوله الموضوع انه انا ممكن هيدا الواجهه او هيدا التطبيق انا ممكن احطه بمحال تجاريه عامه مع اكثر من شركه. صحيح. بشرط تعاون الشركه معي او طبعا. تعاون الشركه مع الشخص اللي مطور هذا البرنامج، لانه النهايه اذا نحن مو عندنا داتا، ما عندنا بيانات، ما فينا نعمل هذا الشيء. صحيح. فالشركه اللي حتساعد بانه تفتح مصدر لبياناتها اكيد هي اللي رح تساعد كثير بانه هي كمان تعمل تحليل لتوجه سوقها، سوق العمل الخاص فيها. صحيح. يعني هي صحيح من ناحيه كثير مفيده لتوجهنا للصبايا، لاي شخص بده يستخدم منتج تجميلي، بنفس الوقت هو كثير مفيد للشركه. الشركه اليوم انا بحلل توجه العملاء، توجه المستهلكين. صحيح. يمكن هن من خلال الموضوع يعملوا تجميع او استبيان، يطلع عندهم بمخططهم البياني مثلا هذا النوع من المنتجات اكثر شيء باعوا، فهون يقدروا يستفيدوا كمان بدراسه الجدوى الاقتصاديه الفعليه. حكيت مثل ما ذكرت الأتمتة بشكل عام هي مفيدة للأشخاص، مفيدة للشركات والعيادة، كثير مفيدة لأي طرف بيتعامل معه. تماما. هلا نحن هون عم نحكي بمشروعك هو شركة سيفورا تم الاعتماد عليها بحكم ان هي اوبن سورس، كل مصادر البيانات مفتوحة واشتغلنا عليها. هلا بدنا ننتقل للشق التقني مجد، كيف اشتغلنا على شو اشتغلنا؟ اشتغلنا ذكاء اصطناعي، كيف اشتغلنا عليه؟ تفضل. هلا بداية كمان بدي نوه على شغلة انه الذكاء الاصطناعي اليوم هو مسيرة متطورة جدا بكل نواحي الحياة، انما بالهندسه الطبيه حصرا عم يفوت الذكاء الاصطناعي بادق التفاصيل بشكل غير متوقع. يعني احنا كنا متوقعين ابدا انه ممكن يفوت الذكاء الاصطناعي لحتى دائما يكشف لي سرطان، يكشف لي ورم، يكشف لي اعاقه معينه. صحيح. سواء كان بالتشخيص، كثير بيساعدنا اليوم بالقرار الطبي المهم للعلاج. انا حاولت استهدف شيء مثل قلت لك مختلف تماما. اليوم المصادر اللي موجوده بموضوع خوارزميات الذكاء الاصطناعي كانت بموضوع اما تصنيف او تحليل او تعتيب امراض موجوده من خلال صور شعاعيه. صحيح. فانا حاولت انه لا نكون في عندنا خوارزميات ثانيه من خلال داتا ونحن نعمل التشبيك العصبي. كانت الفكره بالبدايه انه اول صعوبه نحن بيواجه الشخص هي تامين الداتا. داتا. فوقت امنا الداتا كانت هي من شركه سيفورا العالميه، كان في عندها ملف اكسل في 1472 منتج تجميلي موجود. طبعا هو مقسم ال 1472 لست ليبلات، ليبل 1 ليبل 2 ليبل 3. هذول ليبل هو عباره عن مرطبات، كان هو الفئه الاولى المرطب للبشره، غسول للبشره، كان في عندنا الواقي الشمسي الطبي العائل يعني الطبي العام وليس انه هو التجميلي فقط، كان في عندنا الماسكات، بالاضافه انه كان في عندنا نحن الماسك وفي عندنا كمان كان التونر. تمام. فهدول الخمس او ست ليبلات مقسمه الى 300 400، كلهم على بعضهم بيعملوا 1472 منتج. منتج تمام. فحصلنا عليها للموضوع. حلو. فنحن بقى جينا حتى نعرف وين الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي شو هي الخوارزميات الاهم؟ كيف بدنا نستخدم ماشين ليرنينج او ديب ليرنينج؟ فاكيد بالبدايه كان موضوع ملف اكسل، فكان موضوع التشبيك العصبي كان انا لجأت على الماشين ليرنينج التعلم العالي.
طيب نحكي ولو انه نحكي بشكل هيك مبسط عن الفرق ما بين الماشين صحيح. ليرنينج والديب ليرنينج. الفكره من انا ليه عملت ليه على عملنا على الماشين الماشين ليرنينج؟ ليرنينج. بدايه الملف هو كان اكسل، يعني كان بيانات تمام، مو كان صور. غالبا بالديب ليرنينج شغلنا كان نحن على موضوع تدريب شبكه عصبيه على صوره معينه، صوره تكون موجوده. الهدف من الموضوع انه انا اليوم وقت عم درب شبكه عصبيه، هي الشبكه العصبيه الديب ليرنينج تشابه تماما عالية جسم الإنسان، صحيح، يعني الخلايا العصبية. خلايا عصبية. هي الفكرة أن الخلية العصبية هي الخلية العصبية مدى ما تدربت هي حتعطيك حترد نتيجة معينة، نتيجة معالجة داخل الخلية. صحيح. فالموضوع الشبكات العصبية أنا بميل طبعاً، ممكن أنا أعمل ديب ليرنينج. صح طبعاً. بس أنا ملت يكون ماشين ليرنينج. بهيدا المشروع. بهيدا المشروع بيكون هو داتا كانت رقمية. رقمية. يعني شيء رقمية ونصية. طبعاً. مو كانت صور. طبعاً. لو كانت صور كنت لجأت أنا يردي، مثلاً كان في عندي شق ثاني من المشروع هو تطور صعب ان شاء الله يا رب. هو موضوع صور التجميل، صور يعني مثلا من تحديد مناطق الفلر بالوجه. فاكيد انا مدى ما شفت صبيه حنعمل لها سكانر لوجهها او ناخذ لها صوره لوجهها، فطبيعي انه نحن نعرف وين هي مناطق الفلر. في كثير مناطق الفلر تحت الخدود، فوق الشفاه، حوالين زوايا الانف والفم والعينين، فنحن بنعرف تماما وين وين نحقن او نساعد الطبيب الجديد او الفتي انه انا كيف بده يحقن، وبنفس الوقت نساعد الصبيه تعرف كيف حتطلع تتوقع نتيجتها بعد الحقن. حلو. فمن هون طبيعي حنعمل ديب ليرنينج. ديب ليرنينج. حناخذ صورتها قبل وحنعطي صورتها بعد. حلو. او حناخذ صورتها قبل ونقارنها مع حالات موجوده معينه. معنى انا فيني اختصر الحديث بانه الماشين ليرنينج بيتعامل مع البيانات او الداتا كارقام ونصوص، بينما الديب ليرنينج ممكن نفضل عليها كصور. هي بشكل عام لكل المهتمين بهذا المجال. فلك مجهود توجه للماشين ليرنينج. هل انت حكيت عن 1400 1470 تماما؟ هي منتجات السي 4. هلا نحن كمان بدنا عينات ندرب عليها شبكه لاختيار المنتج الصحيح، يعني انا بدي عينات وجه مثلا ندرب عليها الشبكه. صحيح. كيف جبنا العينات؟ هلا بدايه العينات اللي حصلنا عليهم احنا قسمناهم، بعد ما قسمناهم بقى فتنا هون بخطوات العمل الاساسيه. خطوه العمل كانت الاولى البدائيه هي موضوع تحليل البيانات. صحيح. انا بدي احلل هيدي البيانات، بدي اصمم، بدي احصل انا مثلا كم منتج عندي بفئه المرتب، كم منتج عندي بفئه الفئات اللي حكينا عنهم. تمام. فانا بدايه بعد ما عملت داتا اناليز هذا الموضوع، فحصلت انا بدايه على ترتيب معين. ترتيب هو ترتيب قد يكون قرصي او هرمي او قد يكون هو بيختلف شكله، انما هو بيدلني على النسبه المئويه للموجودين. تمام. فحصلت انا على التقسيمات اللي كانت موجوده. بعد ما حصلت على تقسيم البيانات اللي كانت موجوده عندي، حاولنا بقى نحن نعرف شو كيف حنشتغل. طبعاً. يعني انا في عندي 7-8 محاور موجوده ضمن هيدي البيانات. صح. اللي هي الـ اسم المنتج، ماركه المنتج، سعر المنتج، المكونات الكيميائيه والطبيعيه الموجوده في المنتج، هل المنتج يلائم بشره جافه، بشرة دهنية، بشرة مختلطة، عادية، متوازنة، هل المنتج هو مزيج أم لا؟ فكان في عندي كتير محاور. أنا إذا بدي أحطها مثل ما هي بالواجهة، فأنا ما حصلت على الفائدة المرجوة من الواجهة. صح. أنا بدي أحصل على فائدة مرجوة. شو الفائدة المرجوة؟ أكيد الشخص ما كتير بهمه الماركة. يعني إذا أعطيتك ماركة منتج، غير إذا أنت رديت لك اسمه تروح تشتري. فأنا فكرت ببداية أول شيء في محاور حيتم إهمالها، وفي محاور حيزيد أهميتها. صح. فأول محور تم إهماله هو محور الماركة المنتج. ما كتير بيهمني ماركة المنتج. لو هو موجود، يمكن لو كنت بدولة مختلفة، يعني أنا بموجود ضمن ماركة ناس تتعامل ماركات أو بس بالبراند يعني، كان همني. بس أنا همي اليوم اسم المنتج اللي حأصل عليه لحتى سهل على نفسي. أنا عندي هذه التشيك بوينت والتشيك ليست اخترته، خلص فورا يدلي اسم المنتج. لحتى وبتعرفي انت عم التشبيك العصبي هي عمليه ما نهينه ابدا. وبتحتاج وقت. فاي ضجيج على الموضوع فبيعمل انحياز او تحيز. طبعا. وانا ما بدي يصير هذا التحيز، بدي نحن يكون في عندنا فائده مرجوه من الشيء اللي انا حيرد لي اياه، ويكون الشخص عنده ثقه. فنحن اعتمدنا على اعتمدنا هون على الخوارزميات اللي استخدمناها. بدايه كان ماشين ليرنينج. اضطريت بعد ما انا اهملت بعض البيانات مقابل البيانات الثانيه، فتنا هون بموضوع نحن الشيء اسمه معالجه اللغات الطبيعيه.
ال ان ال بي صح، واللي هو كثير موضوع مهم، موضوع معقد لان انا عم بتعامل مع لغه طبيعيه عاديه. صحيح. هو اول شيء كان في عنا نحن مجموعه، طبعا اللغه اللي استخدمناها هي لغه بايثون. تمام. لغه بايثون هي افضل لغه بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي بسبب المكاتب والسهوله اللي موجوده صحيح. فيه. صحيح. ففي سهوله، وهي لغه بايثون لغه ما أنا معقده، سهله في التعامل. فتعاملت بلغه بايثون بدايه لانه ماشين ليرنينج، بس ليش استخدمنا الوعاش اللغه الطبيعيه؟ شو كان السبب بالموضوع؟ بداية كان عندنا نحن اسماء المكونات لكل منتج هي كانت جايه من الشركه نص، هي نص كامل يعني صح. مجموع مع بعضه يعني مجموعة محارف موجودة مع بعضها، بالإضافة إنه في فواصل بيناتهم. هيدا الشيء بالتدريب العصبي أو بالتشبيك مشكلة كتير كبيرة. صعبة. أي نقطة وأي فاصلة وأي تلاصق بيناتهم هو يعتبر خطأ أو ضجيج على الشبكة اللي عم دربها. فهون فتنا بمعاش اللغات الطبيعية. معاش اللغات الطبيعية كانت وظيفتها من خلال تعليمات موجودة بلغة البايثون بضمن الكود اللي كان موجود البرمجي، كان هدفها إنه هي تعطيني دقة في النتيجة النهائية. من خلال شو؟ من خلال مثلا في عندي تكست نص طويل، فأنا ممكن أنا بدي أعطي في كلمات كتير متكررة، فأنا حشيله، حأعطي فريكوينسي عالي للكلمة الأكثر أهمية. ترميز. هي متكررة ولكن أكثر أهمية بالنسبة للباقي. فأنا شو بكون حصلت؟ البيانات اللي هي زايدة ومتكررة جدا ما إلها فائدة راحت. تمام. وظلت الكلمات اللي هي فريدة ومهمة. الكلمات مثلا أنا ممكن في عندي كلمة واحدة أو هي نص، هذه موجودة جدا بتعليمات خليني أقول لك إياها بمعاش اللغات الطبيعية. كيف يعني؟ أنا مثلا في عندي كلمة منها فعل واسم وحرف مشتقة منها، أنا مو بهمني الاشتقاقات، بهمني المغزى منها. يعني أنا ممكن أقول لك مثلا في مرتب، في ترتيب، في كذا يكون ضمن التكست نفسه، فأنا خلاص بهمني المرتب. فكل كلمة منهم حتعمل لي ضجيج على التدريب حشيلها. حذفتها. هي طبعا من خلال تعليمات توكنايزيشن، كان في تعليمات الستوب وورد، كان في تعليمات كثير حتى باختيار اللغات. حلو. فكان عندنا كمان بالنهايه اذا كان في عندي مستند انا حطيتهم بمستند تماما، وانا كمان بدي ابحث على كلمه فريده ضمن هذا المستند، فكمان كان في عندي تعليمات خاصه بمعاش اللغات الطبيعيه. بعد ما خلصنا معاش اللغات الطبيعيه نحن حصلنا على تكست كثير نقي واضح وجدا جاهز لعمليه التدريب والتشبيك العصبي. بمعاش لو خلصنا معاش لغه طبيعيه، هون بقى فتنا نحن بموضوع التدريب او موضوع الكلاسيفيكيشن، التصنيف على اي خوارزميه نحن حنختار. كمان هي مشكله شائكه جدا عند اي شخص مطور او اي شخص هو مبرمج او اي شخص حتى حيعمل مشروع. انا كيف حاختار الخوارزميه الافضل من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بماشين ليرنينج بما انه في كثير خوارزميات؟ هلا بيبقى هون السؤال مثلا، هل هو يوجد خوارزميه فعلا خاصه للتصنيف وفي خوارزميه خاصه للسيجمنتيشن؟ اكيد لا. الفكره هون بتجي بانت كشخص. شو بتشتغل أكثر. او يمكن بالتجربه. يعني اليوم الكلاسيفيكيشن فينك تختار كذا خوارزميه او واحده بدل واحده، بس يمكن انا وقت جربت اول واحده جربت ثاني واحده، مثلا في عندنا كثير خوارزميات ذكاء اصطناعي، في نايف بيز، في كي ان ان، في اس في ام، في كثير انواع خوارزميات بالذكاء الاصطناعي، فليش اخترت الاس في ام؟ هون اجينا احنا على خوارزميه الاس في ام. هلا بدايه خوارزميه الاس في ام نحكي عنها بشكل بسيط، هي خوارزميه طبعا خاصه بموضوع الفصل، فصل المنتجات او فصل، انا استخدمت طبعا بفصل المكونات الكيميائيه عن اسم المنتج. انه ممكن قصدك انه كذا مكون يكون داخل بكذا منتج. صحيح. هو كانت هيدي المشكله. وقت جربت احد الخوارزميات الثانيه ما كانت تعطيني دقه التصنيف المطلوبه. كان السبب بالموضوع انه خوارزميه اس في ام خلال رسمها للخطوط الفصل اللي كانت موجوده بين سواء كانت هي طبعا متميز الاس في ام بانه هي ممكن تكون بين 2D وممكن تكون 3D. ممكن تشتغل على 3D، ممكن تكون 3D، ممكن تعمل فصل مستوي بين بيانات، مو فقط يكون خط بياني. فبدايه وقت احنا اجينا على موضوع الاس في ام، انا جربت فيها للاس في ام ببدايه، ففعلا اعطتني دقه تصنيف كانت جيده جدا. خوارزميه الاس في ام كانت هي فصلت لي تماما برسم 1472 خط يفصل بين المنتجات اللي كانت موجوده، فصلتهم بالكامل. بالكامل اعطتني دقه تصنيف جيده جدا. يعني في حال انا وصلت لدرجه، في حال انها المحكينا انه في عندنا اسماء مكونات قد تكون مشتركه، فممكن انا اذا حطيت بس اسمين من المركبات مع التشيك بوينت تاعتها هو بشرتي جافه او لا، يرد لي اسم المنتج حتى بصحه بدون ما اني كفي
على كافة أنواع، يعني سهل كثير على المستهلك. كانت دقيقة جدا للخوارزمية. يعني أنا حتى مو ما صعب على المستهلك، إنه كمان ممكن يكون في مواد كيماوية ما بيعرفها. يعني تقولي أنت ممكن مثلا في عنده مواد، هلا ممكن يعرف النياسينامايد، ممكن يعرف الريتينول، ممكن يعرف مواد كثير الصبايا بيشوفوها على اللي تابعوها يعني. بس ممكن مثلا يشوف مادة مثلا مثل مادة حافظة، أكيد ما حيعرف اسمها. ما يعرف. فأنا هيدي مو بعطي الفريكوانسي مثل ما بعطي الموجودين ضمن المكونات الأساسية أكثر أهمية. الأكثر تكراراً وشيوعاً على الذهن وإذن الشخص اللي عم يسمع. فبداية وصلنا على فصلنا بين المكونات، هون بقى نحن فتنا بموضوع النتائج النهائية. النتائج النهائية حصلنا على نتائج نهائية كانت دقيقة جداً. كانت الأكيوريسي 93.36%. حلو. دقة التصنيف كانت 94.6%، متوسط دقة التصنيف كانت 96.3. هدول المتوسط والموضوع نحن كيف عملناهم او نحن كيف نحصل عليهم. هلا نحن حنحكي بالنهاية بيطلع لنا شيء اسمه كمان بالنهاية مصفوفة الارتباك او الكونفيوجن ماتريكس. الفكرة من مصفوفة الارتباك هي حتعطينا انه انا مثلا هل هو ترو بوزيتيف ترو نيجاتيف، يعني مثلا انا حطيت اسم المنتج هل اتوقعه بشكل صحيح او لا. في توقع وفي تدريب. فانا اخترت كمان بيانات للتوقع وبيانات للتدريب اللي حكينا عنها اللي هي ترين وتيست. صحيح. فاخترنا 80% للتدريب و20% للاختبار. فهذا الموضوع طبعا كمان ممكن شخص يقول لي ليش ما اخترت 70-30؟ ليه ما اخترنا 60-40؟ كمان هذا الشيء حسب التجربة اللي بتكون التجربة موجودة. صحيح. يعني ما في ستاندر معين انا امشي عليه بهذا الموضوع. فخلال كونفيوجن ماتريكس انا ما قدرت اعرض جميع البيانات لانه 1472. صحيح. كونفيوجن ماتريكس كثير كبيرة. فبالنهاية نحن لازم ننوه انه وجود هيدي الاشياء اللي هي البيانات النهائية، يعني كثير بشوف احيانا مشاريع او ناس بتحط لك النتيجه النهائيه الاكيوريسي. طب انا شو كيف حاعرف انه الاكيوريسي تبعك او الدقه هي صحيحه اذا مو طلعت انا كيف وصلت لها او كيف الخطوات بالضبط؟ فضروري نستعرض نحن خطوات العمل بتكون نوع من الموثوقيه جدا اذا انا حاعرض هيدا المشروع على الشركه نفسها. صحيح. او حاعرضه على جهه للتمويل او حاعرضه على جهه حية تتبنى هيدا المشروع. ما حتتبناه اذا مو كان كامل، لانه حتقلي ببساطه انت جبت مصادر اليوم بوجود الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وصار في عندنا ممكن اكتب كود برمجي. صحيح. عبر شات جي بي تي او اوبن اي اي او جي بي ني. فمشكله هيدي. فممكن الشركه ما يكون عندها هيدي الثقه انه انا اقدر امن اعطيك هيدا المبلغ. صح. او انت مولا اذا انت مو بعرض لي خطوات عملك بالكامل. فكتير بنوه على هذا الموضوع كتير مهم. الفكره كمان ذكرتها المخرجه مركزه معنا لانه الموضوع تجميلي. انه انا كصبيه مثلا بدي اختار نوع، بدي اختار المشاكل اللي بعاني منها. هون بجوز انا ما اعرف قدر نوع بشرتي المشاكل اللي انا عم اعاني منها. هون مفروض يكون في تشبيك مع دكتور تجميل، ممكن احنا نستفاد من هيدا المشروع. صحيح. مع طبيب جلديه حتى بعيدا عن اطباء التجميل. مجد تفضل. بدايه نسينا نحكي عن المبدا الطبي. تماما. بدايه اليوم البشره اليوم البشره هي خليني اقول لك هي المظهر العام للشخص. يعني كثير بهم شاب صبيه كبير بالعمر صغير بالعمر انه كيف يطلع مظهر بشرته. اليوم نحن في عنا جهل اكيد بموضوع انا كيف حدد نوع بشرتي. تماما. او يمكن ما بعرف اختار المنتج لحد الان. ممكن اشتري منتج او صبيه تروح تشتري منتج ما يكون ملائم مناسب وهي لأيه. تقول انا عانيت من حبوب، عانيت من بثور، عانيت، ما تعرف انه هي ما عم تختار المنتج التجميلي الافضل لها شو ما كان، سواء كان استخدام منزلي سواء كان استخدام خارج المنزل. فبدايه اليوم اختيار موضوع المنتجات لازم الشخص اكيد يعرف نوع بشرته، هي كثير مهمه اكيد بدايه بمعرفه طبيه. الشخص لازم يكون هو يعني من وقت مو كبر لازم عنده اهتمام ببشرته لانه البشره هي عنصر كثير مهم. يعني اليوم كثير في عالم، خلينا نحكي بشكل كمان هيدي فكره ما كثير ناس تعرفها. اليوم الصبيه يمكن هي تقول انه انا بس اكبر بهتم بالموضوع. هي ما بتعرف انه شيخوخه الجلد لا يعتبر كلمه شيخوخه بمعنى الحرفي. شيخوخه لا تعتمد على عمر. شيخوخه الجلد او شيخوخه البشره طبيا هي قد تكون بعمر 17-20-25. ليه؟ ايمتى بحصل على شيخوخه البشره؟ يعني كيف بتصير؟ بتصير وقت انا مو بهتم بهمون ابدا. ما هو اصلا بعمر الطبيعي بعمر بقى ال 25 و30 كل ما بتقدم بالعمر كل ما الكولاجين خيوطه والإلاستين اللي هي حتشد البشره وتعطيها هيدي النضاره والحيويه والترطيب اوريدي مع العمر عم تتقدم. فما بالك اذا انت مو ابدا ما انك عم تهتمي. صح. فموضوع الاهتمام هيدا هو موضوع لازم للجميع. صحيح. يعني يبلش من بروتوكول معين. اصلا في روتين روتين لازم الصبية تهتم فيه تمشي فيه لهيدا الروتين معين. اصلا لازم يكون يومي.
صح. من غسولات، من موضوع مثلا ممكن تحط مستحضرات كيميائيه. فانت برايك انه هذا الموضوع لازم تكون الطبيبه بتعرفه من قبل، وممكن من خلال الطبيب. هلا موضوع كثير مهم يعني، ولكن للوقت للاسف فختام حلقتنا. طبعا مثل ما حكيت انت كثير مهم الطلاب الهندسه يدرسوا يهتموا خارج المنهاج الاكاديمي اللي احنا عم ناخذه. اكيد الجامعه ما قدمت كل هيدي المعلومات لمجد، بس مجد من خلال بعض المعلومات قدر يوصل لهون. بدي نحن على بدايه عام دراسي جامعي او في اختيار هلا المفاضله اللي حلبة تطلع، فبدنا هيك مجموعه من النصائح بختام هيدي الحلقه. بدايه انا بدي اقول شيء، الجامعه اليوم هي مثل انا وقت فتت مدرسه. هلا المدرسه بالبدايه كانت هي اسمها تندرج ضمن التربيه، صح. فانا اليوم اكيد حاتعلم، بس فكره تعليمنا من الجامعه والمدرسه هي التحصيل العلمي، صح. تحصيل علمي للشهادات يعني، لا يعني انه انا بدون فائده، لا يعني انه الجامعه ابدا. اكيد اليوم هي اصلا لو للجامعه عطت هيدا المحاور البدائيه او بدايه الطريق الانسان ما بيصل، هي اول خطوه اكيد يعني، هي صح. بتعطيك اكيد المفاتيح، صحيح. بس يوم الدكتور او الجامعه او الكادر التعليمي اكيد ما حيلاحق الشخص ببيته او بمكانه او باوقات فراغه شو عم بيساوي. اليوم سواء كنت بالجامعه موجوده هون او برا او اي، نحن بنعلق يمكن نقول يمكن هي الجامعه، في جامعه احسن، اكيد في جامعات يمكن بتصنيف عالمي، بس ولكن ما يعني انه هي الجامعه حتلحقك على على مكانك واوقات فراغك. بتعرف شو بتهتم اليوم؟ الاهتمام الشخصي كل شخص، انا كثير يعني بركز على هيدي الفكره، كثير بركز على هيدي النقطه، انه انا اليوم الشخص اذا مهتم بشكل كثير كبير بانه هو يواكب المستجدات العلميه والتكنولوجيه، صحيح. فاليوم هو واقف كانه عقل جامد، تماما. اليوم الجامعه ممكن يكون مثلا هي ما تعطيك فكره وانت لازم تكفي فيها، صح. وهي من هي فكره، هي من مسيره المهندس، صحيح. المهندس هو فكرته انه هو يعني يخلق فكره، دائما هو يشوف شيء يستند على شيء يرجع يطور فيه او يكفي بمسيرته. فبدايه اليوم اي شخص حيقبل على جامعه ما يحط باله انا بس فتت جامعه حصلت شهاده فانا العلوم. اكيد طلعت انا حاعمل مشروع مميز وحقدر اشتغل، لا. الفكره ما فيها انه انت الشخص مثل ما انت كنت عم تحاول انت بمهنه معينه، اذا قعدت بمكانك مثل ما انت وقريت عنها للمهنه نظريا ما حتتقدم، بس اذا انت قمت واشتغلت يعني اكيد وانت عندك هيدي الفكره العلميه والمهنيه بنفس الوقت. يعني انا كثير بحد انه الانسان فكرة لازم فكره علميه وخبره مهنيه، ما بيصير الانسان يكون عنده شيء اكاديمي، صح. فقط، صح. او شيء عملي فقط، صح. بنفس الوقت مية. عندما بيدمج بين العلمين، العلم الاكاديمي والعلم التكنولوجي والعلم العملي، صح. فهو بيعمل مسيره، هي مسيرة المهندس انه هو يستفيد من اي شيء موجود. كمان في مشكلة بدي نوه عليها كمان، اللي هي انه نحن اليوم ما كثير بنعرف كيف نتوجه نختار، يعني لا بفرعنا الجامعي ولا حتى بعد فرعنا الجامعي انا كيف بدي اختار. يعني كثير في ناس بتخرج من الجامعة ما بتعرف هي شو بتشتغل. انا بشتغل مثلا بمجالات الهندسة الطبية، في صيانة اجهزة طبية، في ادارة مشافي، في هندسة مشافي، في تطوير ابحاث، في ممكن انا اعمل مثلا ذكاء اصطناعي، ممكن اعمل معالجة صورة، طب انا ممكن فوت بكل هالتشعبات، لا يعني انه انا ما لازم افهم بكل شيء، اكيد بفهم بكل، بس اكيد في تخصص، صح. تخصص لحتى انت تميل يعني تعرف شو تشتغل، تعطي هيدي الأهمية لهذا الموضوع، تركز أكثر. تركز، صح. حتى أنا بمشروعي عملت على ناحية تانية لحتى أكد أدمج أنه نحن مو بس الهندسة الطبية هي تفرد للموضوع الهندسي، صح. لازم يكون في دمج بينه وبين العلوم الطبية، صح. فأنا عملت شيء اسمه استبيار على جوجل فورم كمان، ووزعته على أكثر من 20 دكتور تجميل وجلدية موجودين بمحافظة العادية طبعاً. ليه عملت هيك؟ حتى أعرف أنا هل رأي الذكاء الاصطناعي مطابق للرأي الطبي أو لا؟ يعني أنا اليوم كثير مهم لأنه الأطباء ولحد الآن يعاني مشكلة الذكاء الاصطناعي بأنه لا يؤمنون بالنتائج، صح. الموجودة، صح. صح. وهيدي الشيء ممكن ما يساعدنا أبداً 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 أنه نطور، صح. فأنا وقت عملت استبيان الرأي طلعت أول مرة أنا كثير يعني حسيت بالسعادة وقت يعني شفت بالنتيجة النهائية بأنه شو كان دور الذكاء الاصطناعي بالهندسة الطبية وبتطوير المنظومة الطبية. لاحظت أنه الأطباء جاوبوا بنسبة جيدة جداً، كانت نسبة عالية جداً، يعني كانوا عندهم ثقة أنه الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته وصل فعلا لدرجه كانت جيده جدا، حلو. بانه هو يصنف ويشخص ويساعد كثير الطبيب بالقرارات والمنظومات الطبيه. في كمان مشكله نحن كمان بنعاني منها، لازم كمان هيدي نوجهها للجميع، نحن مو بس عندنا مشكله كطلاب او كمهندسين، عندنا مشكله عدم التعاون بيننا وبين الجهات المسؤوله تشبيك. بعدين يعني تشبيك. مثلا
انا كيف بدي اعمل مشروع طور من نفسي اذا الطبيب والمنظومة الطبية ما انا عم تقرشف الصور. هاي مشكلة كثير كبيرة، وهي نحن دائما نحن بنحاول نوجهها او من باب النصيحه او من باب لنا نحن بالنهايه اليوم نحن عم نطور لنحن نستفيد، لانه نحن ابناء الاستفاده مثل ما بيقولوا نحن حنستفيد والشعب حيستفيد. تمام. يعني مو نحن بس عم نعمل شيء لحتى نحن نقدم خدمه، لانه نحن بالنهايه نحن ممكن نمرض ونحن ممكن نحن حنستفيد. كيف يعني هذا الموضوع؟ انا اليوم في عندي صور شعاعيه سليمه لازم تتخزن وتتقرشف لحتى نكون قادرين انه نطورها. انا عم بضطر كثير اني اطلع اجيب صور خارجيه ونت حتى بكثير، بس هيدي المشكله. نحن في ناس بتقول لك انه اوكي جسم الانسان ما حيتغير. لا بيتغير. كيف هو بتغير؟ اليوم العوامل الطبيعية، طبيعة الطعام والشراب، طبيعة العوامل الجوية بتتأثر بينه وبين أوروبا. أكيد ما نفسي العوامل النفسية كلها. فأنا كتير مهم أنه أنا اليوم محلي يكون في عندي داتا محلية، يكون كل المشافي، كل الأطباء، كل العيادات، المراكز تأرشف الصور اللي موجودة عندها، سواء كانت سليمة غير سليمة، تحتوي على مرض معين. لازم هدول أرشف لحتى تساعد الطبيب ونساعد نحن ندخل في مسيرة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. هذا الشيء كثير مهم بصراحة، لأن الشباب حتى اليوم الصغار بالعمر لازم نوجه الأطفال بالبداية أنه يفوتوا بمسيرة الذكاء الاصطناعي. صحيح بالفعل، ما ضروري بس المهندسين أو حصر على المهندسين. مجد يعني بالفعل ما شاء الله عليك، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يا رب هيك بنشوف هذه المنصة مطبقة بكل المراكز والعيادات التجميلية، وكل الأشخاص يستفادوا من هذه المنصة، ونستفاد مثل ما قلت من التحول الرقمي بمجال الطبي أكثر وأكثر. مجد دقاق هندسة طبية، بدنا نبارك لك على التخرج، يعطيك ألف عافية. ألف مبروك مرة ثانية، أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية، وأنا بتشكرك أكيد المركز الإذاعي والتلفزيوني على الدعم المتواصل وعلى أهميتكم بأنكم دائما تستقبلوا الشخص الناجح لحتى تعرضوا قصص النجاح وتحفزوا هالشباب اللي كانوا موجودين. يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا يا مجد. أما الشكر الأكبر أكيد لكل حدا تابعنا على قناة أوغريت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.